الله. حقيقة هذه فرصة طيبة لوجهها لأخواني الصيادين من داخل البلدي وخارج البلدي، وقال لهم وصيتنا لكم بهالغابات الجميلة بفنيدق الأموعة، احرصوا يا أخواننا الصيادين على أنه هذه الطيور إذا انقرضت ما عاد إلى قيمة الطبيعة ولا إلى قيمة البيئة. هذه الطيور جزء لا يتجزأ من البيئة الصالحة النظيفة، هذه الطيور هي اللي بتحمي البيئة وهي اللي بتحمي الطبيعة. نحن بنشدكم وبنقلكم انه هذه الطيور حرام تنقرض من مجتمعنا. مشكل المطار طير قدام الصياد بيقوصوا بيقتلوا بدون اي مبرر. هناك طيور لازم ما تنقرض ولازم ما تتقوص او يطلق عليها هذه الطلقات الصيد القاتلة. انا بدي اتشكر، هذا ليس جهد بلدية فنيدق على حسابنا فقط، هذا جهد افراد من بلدة فنيدق غيارة بيحبوا الطبيعة وبيحبوا البيئة وبيحافظوا عليها، وصار هذا العمل مكرر معهم أكثر من مرة. أنا بدي أتشكرهم وبدي أقول لهم إن شاء الله بيقتدي فيكم كثير من الشباب اللي بيحبوا الطبيعة والبيئة، ولولا هذه الطبيعة والبيئة نحن ما كنا واقفين هون، ولكن عم نتمتع بجمال وهواء هذه الطبيعة. أنا بشكرهم وبشكر كل واحد غيور على منطقته وعلى بلده وعلى البيئة وعلى الطبيعة، وأهلا وسهلا بكل سائح زائر محافظ على البيئة وعلى الطبيعة ويجيب معه طيور ويطلقها بسماء الطبيعة. توكل على الله. بسم الله ما شاء الله. حلو حلو، الله يعطيك العافيه. انا بشكرك من قلبي حقيقه. يعني عثمان طير طير، هذا طير هذا. اعطيتونا زخم وهمي ومعنويه. هلا بتروح لحيلها لفوق. يا سلام، حلو حلو، الله يقويكم.